يا مساء الفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من مونديال 2022. المستحيل ليس سعوديا، ملحمه للتاريخ عملها الاخضر النهارده، ملحمه للتاريخ عملها المنتخب السعودي. فاز في اولى لقاءاته في كاس العالم نسخه قطر 2022 على التانجو الارجنتيني المرشح الاول للقب في وجود أعجوبة كرة القدم ليونيل ميسي. 2-1، أداء فوق الرائع بشوية، فوق العظيم بشويتين ثلاثة، وفوز مستحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 2-1 مع الرأفة للمنتخب السعودي. منتخب السعودية النهاردة قدم درس في كل فنون كرة القدم برا الملعب قبل ما تكون جوه الملعب. هيرفي رينار حط سكالوني في جيب البنطلون الشمال، سكالوني وقف عاجز قدام هيرفي رينار وقدام منتخب السعودية، مش عارف يتعامل مع منتخب السعودية من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة. فوز في منتهى الروعة، ملحمة للتاريخ للمنتخب السعودي. هي فعلا ملحمة للتاريخ، هو مش فوز عادي، انت بتفوز وبتضرب كم من الأرقام القياسية بهذا الانتصار وبهذا المكسب. خليني أقول لحضراتكم أن من ساعة كأس العالم 90 ده أول فوز لفريق غير أوروبي على الأرجنتين في كأس العالم. من 1930، يعني من 92 سنة، دي المرة الأولى أن الأرجنتين تكون متقدمة في أحد لقاءات كأس العالم ثم تتأخر في النتيجة وتهزم. ده الفوز اللي يحققه، أو ده أول فريق أسيوي يحرز هدفين في مرمى الأرجنتين في كأس العالم. كم أرقام قياسية عملها منتخب السعودية فوزه وانتصاره المستحق أداء قبل ما يكون نتيجة على منتخب الأرجنتين النهاردة، حدث ولا حرج. أنت بتكسب منتخب الأرجنتين اللي كل العالم بيرشحه وبيحطه كمرشح أول للفوز باللقب، بتكسب الأرجنتين بكامل أسمائها بكامل صفوفها، بتكسر رقم قياسي إن هم بقالهم 36 ماتش ما خسروش، أنت بتهزمهم النهاردة وبكل الأسماء وبكل الحمل اللي عندهم، وعلى رأسها طبعا ليونيل ميسي، دي ماريا ولوتارو باريد، كل النجوم اللي عند كل الرجالة اللي عندهم موجودين، وأنت بتكسبهم ومش عارفين يعملوا معاك حاجة. يعني القصة مش قصة ان السعودية كذبت مثلا وهي بتلعب بطريقة والله زمان يا سلاحي و11 في ال 18 وشعلق يا ابني وربنا يكرمنا واللي تيجي ربنا يرزقنا فيها، لا، ده انت بتلعب الارجنتين بتكتك بخطة، هم واقفين قدامك عاجزين مش عارفين يعملوا حاجة، بمنتهى القوة بمنتهى الاستبسال بمنتهى الرجولة بمنتهى التفاني بمنتهى الروح، وقابليهم الفنيات، لان القصة مش قصة روح ورجوله وتفاني، لا طبعا ده كله موجود، وكره القدم طول الوقت انا بقول ان هي لعبه رجوله وقلب وروح جوه الملعب، وكل اللي بنقوله على الترابيزات وفي الاستوديوهات وفي التكييف ده حاجه، بس جوه ارض الملعب وعرقك وجهدك واستبسالك جوه ارض الملعب ده بيعوض فوارق فنيه كتير، بس مش معناها ان انت تغفل الامور الفنيه. لا، انت بتتكلم على فريق تم اعداده بشكل جيد جدا، بتتكلم على مدير فني قدير اسمه هيرفي رينار، اللي بالمناسبة على فكرة كان قريب جدا انه يدرب منتخبنا الوطني بعد كوبر وقبل ما نجيب أجيري، بس الجهابزة عندنا جابوا خفير أجيري وسابوا هيرفي رينار اللي كان على فكرة قريب جدا 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 انه يكون هو المدير الفني لمنتخب مصر في هذه الفترة. وعلى فكرة هيرفي رينار وان هو مدرب قدير دي مش حاجة ولدت الصدفة، دي مش حاجة صحينا النهاردة الصبح عرفناها، لا، احنا عارفين ان هيرفي رينار ده واحد من افضل المدير الفنيين اللي موجودين في القاره الافريقيه واللي اشتغلوا في القاره الافريقيه من ايام لما كان ماسك منتخب زامبيا لو تفتكروا حضراتكم في تصفيات كاس العالم 2010، وكان سبب تعادلنا معاه، كان سبب ان احنا ما وصلش كاس عالم، الجيل العظيم بتاع كابتن حسن شحاته. وهيرفي رينار ما هواش القصه في او ما هواش القصه وهو يعني حل اللغز، لا، ده هو طرف مهم وطرف اصيل في النجاح، ولكنه ليس الطرف الاول والاخير، ده الكريزه اللي على التورتايه الحلوه. يعني مش القصه ان احنا نجيب مدير فني جامد فهو هيعمل من فسيخ شربات ويشتغل لوحده ويكسر الدنيا ويوصل لكاس العالم. انا طبعا بربط اللي حصل من المنتخب السعودي النهارده اللي كلنا فرحنا له، وكنت ممكن تشوف اي حد فينا على السوشيال ميديا يخش يشوف الملحمه العربيه اللي موجوده، شوف كل الجماهير العربيه
ازاي فرحت من قلبها بجد. يعني كلنا النهارده قاعدين بنتفرج على منتخب السعوديه وبنتابع المنتخب السعودي وبنشوف هو بيعمل ايه وبنشوف ازاي هو مروق الارجنتين على ارض الملعب وكلنا فرحانين بقلب. شوفوا الملحمه العربيه والفرح العربي اللي كان موجود النهارده من كل الجماهير العربيه وهي قاعده بتشجع السعوديه وبتتابع لحظه بلحظه وفرحت ازاي من قلبها لما السعوديه كسبت ولما الحكم صفر. بربط ده لان مفيش واحد مصري بلا استثناء من اللي بيتفرجوا محسش على قد فرحته الكبيره جدا والعظيمه جدا بمنتخب السعوديه الشقيق، على قد ما يعني عارف شعور الغبطه ان انت نفسك منتخب مصر يا جماعه احنا نستحق نكون كده، احنا نستحق نكون في المكانه دي ونستحق ان احنا نكسب الفرق الكبيره، ما نروحش عشان نتعادل ولا عشان نخسر ولا عشان نبقى اسمنا وصلنا. لان برضو اعيد وازيد في نقطه مهمه جدا، السعوديه ما راحتش كاس العالم كسبت فريق على مقاسهم، دي كسبانه الارجنتين، فريق كسبان كوبا امريكا من البرازيل في البرازيل، فريق الناس كلها بترشحه ان هو المرشح الاول لللقب، فريق بيضم ليونيل ميسي اللي انت النهارده السعوديه حجمته خليته مش عارف يعمل اي حاجه. يعني باستثناء البنالتي جابه ميسي ملوش اي خطوره تذكر في اللقاء كله من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. فان انت تعمل الجيم ده وتعمل الشغل ده وتعمل الفنيات دي، القصه مش هيرفي رينار لوحده، القصه ان انت عندك مدير فني بمشروع للكرة السعودية بادي من فترة طويلة بدوري منتظم بوجود جماهيري بمحترفين على أعلى مستوى، ناس ما بترميش فلوسها على الأرض، وإذا كانوا كان بيعملوا ده في فترات سابقة اتعلموا واتطوروا وبقى عندهم العين اللي بتعرف تجيب لهم نجوم ومواهب قوية تفيد اللعيبة السعوديين وترفع من مستواهم، عندهم خطة للنهوض بالكرة السعودية، عندهم لعيبة سعوديين دلوقتي مستواهم يرتقي لمستوى اللعيبة الأوروبية، عندهم مسؤولين حاطين مشروع وصابرين عليه. يعني لو هم بيسمعوا للنقد وبيسمعوا لجمهور السوشيال ميديا ما كانش بقى ده حالهم، لانك لما تيجي تشوف النتائج بتاعت منتخب السعوديه مع هيرفي رينار، نتائج الماتشات الوديه قبل كاس العالم، لو مشيت ورا السوشيال ميديا والانتقادات اللي كانت بتوجه لهيرفي رينار والمنتخب السعوديه ما كانوش عملوا الاداء ده قدام الارجنتين، ولا كان هيرفي رينار كمل اصلا. تعادلوا مع امريكا 0-0 واتغلبوا اخر لقاء ودي ليهم مع كرواتيا، اتغلبوا 1-0 وكسبانين بقى ايسلندا ومقدونيا الشماليه كلها 1-0 وتعادلات 0-0. يعني مفيش اداء، مفيش نتائج توري لك ان المنتخب ده راح هيكسب الارجنتين 2-1 باداء عبقري واسطوري زي اللي شفناه النهارده، ما كانش في حاجه تدلل على ده. وبالرغم من ده لا، في مشروع احنا تعاقدنا مع هيرفي رينار 2019 مكمل ليونيا 2027 زي ما قلت لحضرتك كده، يونيو 2027، 8 سنين الراجل ده موجود، الراجل ده موجود وقاعد وبيشتغل وفي مشروع هو جاي عشان يعمله ويتممه. وارجع واقول تاني، مش مشروع ان احنا جبنا مدير فني وخلاص ماسك المنتخب وتمام، لا، ما هو المنتخب ده بياخد منين؟ بياخد من اللعيبه السعوديين سواء بيلعبوا في الدوري المحلي او بيلعبوا في الدوريات الاخرى بره. انا بتكلم على مشروع بتعمله اي بلد عايزه تنهض بكره القدم، فبيصبروا عليه وبيوجدوا له الامكانيات والمعطيات اللي تخلي المنتخب ده يوصل للمرحله المذهله الجميله الرائعه اللي احنا شفناها النهارده. 1,000,000 مبروك لاخواتنا في السعوديه واهلنا في السعوديه، حاجه فعلا تشرف، حاجه ترفع الراس اللي عملوها النهارده، فوز مستحق عن جداره خلى المنتخب السعودي حتى كمان بعد تعادل المكسيك وبولندا 0-0 يرتقي على قمه المجموعه بعد ما كانت كل الناس شايفه ان السعوديه هتبقى حصلت المجموعه وهي الفريق اللي كل المنتخبات الاخرى ضمنت 3 نقط بتاعت ماتشهم معاه. بقى السعوديه على قمه المجموعه باداء في منتهى الجمال والروعه اللي في الدنيا، اداء فوق العظمه بشويتين ثلاثه، عملوا اللي ما كانش اي حد فينا ولا في العالم كله ممكن يتوقعه. لو سالت 100 واحد قبل ماتش النهارده تتوقع يا عم النتيجه كام، اكثر المتفائلين من الجمهور السعودي هيقول لك يا عم ده احنا لو طلعنا مغلوبين 1-0 ولا تعادلنا 0-0 ده احنا كده نبقى 100 فل و17. تبقى انت خسران 1-0 ترجع في النتيجه وتتعادل وتكسب باداء في منتهى الجمال، تحيه لرجاله السعوديه، للعيبه على روحهم وادائهم واستبسالهم، تحيه لهيرفي رينار اللي عمل جيم تكتيكي من الطراز الاول، عرف بيه ازاي لاعب واحد من اقوى ان لم يكن اقوى منتخب في التوقيت الحالي المرشح الاول لللقب قدر يحجم لعيب عتاوله واعتى المدربين في العالم ياما قابلوه ياما حاولوا يوقفوا خطورته وما عرفوش. فكل التحيه للجمهور السعودي، فوز
الاسطوري اللي عمله منتخب السعوديه النهارده قدام الارجنتين، اداء ملحمي، ملحمه للتاريخ، سترها رجاله ولاعبه منتخب السعوديه النهارده في ادائهم ولقائهم امام الارجنتين. في وجهه نظر حضراتكم ايه السبب، ايه كلمه السر في فوز السعوديه على الارجنتين النهارده؟ ووجهوا كلمه منكم المنتخب السعوديه بعد فوزه الاسطوري والتاريخي النهارده على منتخب الارجنتين 2-1 في مستهل وضربه البدايه ليه في كاس العالم ومونديال قطر 2022. كل اجابات حضراتكم هنستعرضها ان شاء الله على مدار حلقتنا النهارده. نروح سريعا الى قطر وعاصمه قطر الدوحه مع رجالتنا وشبكه مراسلين اون تايم سبورتس في قطر عشان نتعرف على اخر الاجواء والاخبار هناك مع زميلنا العزيز بدايه محمد طه. يا طه مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وطبعا كل التحيه لكل مشاهدينا. يعني احنا دلوقتي موجودين في استاد 974 واللي استضاف منذ لحظات وانتهت المباراه بتعادل بولندا والمكسيك. يعني نتيجه زي ما انت كنت بتتكلم حتى في مقدمتك عن المنتخب السعودي اللي يعني هو حديث الشارع هنا وهو حديث العالم بالتاكيد، نتيجه في صالحه. لكن خلينا نشوف المشجعين من المكسيك وايضا من بولندا. هاي هالو What do you think about the game and this result? في هذه المباراة والنتيجة والنقطة الأولى وموقف المجموعة بعد فوز السعودية على الأرجنتين في هذا اليوم. أعتقد ستكون مباراة كبيرة جدا بين الأرجنتين والمكسيك، خاصة بعد فوز المملكة العربية السعودية ستكون مباراة مثيرة للغاية. وماذا عن مباراة اليوم؟ أعتقد كانت مباراة مثيرة بين الفريقين، لعب بشكل جيد، نستطيع أن نقدم كرة أفضل أمام الأرجنتين. شكرا لك. واضح طبعا أن هم يعني زي ما أنت شايف النتيجة عليهم، لكن خلينا برضو نتجول وسط كل المشجعين. Yes. What do you think about the game today? ما رأيك في مباراة اليوم؟ لا أتحدث الإنجليزية، فقط أتحدث الأسبانية أو المكسيكية. يعني بلغتهم، لكن زي ما أنت شايف برضو لما خرجوا من الاستاد دلوقتي اتجمعوا كلهم قدام المجسم الكبير لشكل الاستاد، لشكل كأس العالم أمام استاد 974 اللي احتضن هذه المواجهة. لكن خلينا برضو نسمع رأي الجماهير بعد ما خرجت من المباراة. Hello, what do you think about the game? ما رأيك في مباراة اليوم أمام بولندا وعن النتيجة وعن الموقف المجموعة بعد هذه النتيجة؟ أعتقد كانت مباراة أكثر من رائعة، حارس المرمى حقق الفارق اليوم، وكان يمكن للمكسيك أن ستكون بعد المباراة الرابعة. وماذا عن مباراة الأرجنتين القادمة؟ نعم ستكون مباراة شديدة الصعوبة، علينا نتذكر أن الأرجنتين خسرت أمام السعودية اليوم، ومن ثم يمكن أن نحقق نتيجة رائعة ونفوز بالمباراة. هل هي اليوم كانت مفاجأة فوز السعودية على الأرجنتين؟ نعم كانت مفاجأة كبيرة لنا، ولأنه لا مستحيل على الإطلاق أمام أحد، وأعتقد أننا سنفوز على الأرجنتين في المباراة القادمة. شكرا لك. يعني إبراهيم زي ما أنت شايف دي بعض الآراء من جماهير المكسيك، وزي ما أنت شايف عددهم كبير جدا، هم حضروا هنا لمشاهدة كأس العالم، وعلى فكرة من أكتر الجماهير اللي حضرت لمشاهدة كأس العالم حتى الآن في قطر هم جماهير المكسيك، جاءوا بعدد كبير جدا وكانوا النهارده ماليين طبعا الاستاد زي ما انت شفت وتابعت، وزي ما انت شايف دلوقتي الصوره بنقل لكم الصوره بشكل كبير. What do you think about the game? ما رأيك في مباراة اليوم وأول نتيجة أمام بولندا؟ أعتقد المباراة كانت جيدة، للأسف لم نحرز هدف ولكن أدينا بصورة طيبة. وماذا عن المباراة القادمة، صعبة؟ نعم ستكون صعبة أمام الأرجنتين. وماذا عن الفرص الآن للتأهل إلى الجولة القادمة؟ أعتقد لدينا فرص للتأهل بالتأكيد، لأننا سنلعب أمام الأرجنتين ثم السعودية. الأرجنتين ثم السعودية. شكرا شكرا جزيلا لك. يعني كلها أمور زي ما أنت شايف إبراهيم، يعني
ناس بتستمتع بأجواء كأس العالم، آراء الجماهير، النتائج طبعا زي ما انت شايف كلها يعني النتائج غير المتوقعة، وطبعا يعني من استاد 974 وهذه الإطلالة مع الجماهير المكسيكية بعد هذا التعادل أمام بولندا تتحول الكلمة لك الآن. كل الشكر لك طه، ومن الزميل العزيز محمد طه إلى الزميل العزيز خالد رزق. يا خالد مساء الفل عليك. دلوقتي موجودين يعني عند استاد الجنوب في الوكرة، وأجواء مباراة فرنسا واستراليا اللي أكيد هتبدأ بعد تقريبا يعني نص ساعة من دلوقتي. احنا دلوقتي موجودين أمام منطقة دخول الجمهور، كل شيء بيكون منظم هنا، المترو داخل الاستاد، بتنزل على رجليك، بتمشي يعني دقائق بسيطة، بتكون متواجد عند البوابات ومنها إلى المدرجات لاستاد الجنوب. طبعا مباراة اليوم هتكون مباراة أهم، مباراة فرنسا بالتأكيد حاملات اللقب الأخير في 2018. نشوف النهاردة هتعمل ايه، ونعرف برضو بعض الاراء من ضيوف اللي موجودين. طبعا برحب بيك على تايم سبورت، كلمني على مباراه اليوم فرنسا واستراليا، شايفها تكون اجواء ازاي؟ I think they are the heroes from last World Cup, and I think they have some chances to win, and I think in this way أستراليا طريقة أنا من ألمانيا وأستراليا من آسيا ومن سوريا، ولكن سيفوزون هدفين مقابل هدف أو ثلاثة. كيف ترى فريق منتخب فرنسا مع غيابات في هذه النسخة؟ أنا حزين جدا أن بنزيما لن يشارك لإصابته، وكان ولكن لديهم فرصة للتقدم في هذا كأس العالم. هذه هل ستشاهدهم في النهاية؟ لا 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 أعتقد. لا أنا أتحدث عن الأرجنتين. الأرجنتين خسروا اليوم، وبالتالي سيتقدمون ولكن لن يصلوا إلى النهائي. ماذا عن التنظيم؟ التنظيم أكثر من رائع، كل شيء سهل ومنظم بصورة رائعة، وربما لا أستطيع أن أقول أكثر مما أشاهده الآن. شكرا جزيلا، وعليك الاستمتاع بوقتك. يعني أيضا عايز أعرف منك بقى توانسة، ما شاء الله لكم الأول مبروك على التعادل في مباراة اليوم، بداية كانت جيدة للمنتخب التونسي، وأيضا بداية مميزة جدا للمنتخب السعودي الشقيق يعني في مباراة اليوم أمام الأرجنتين. كلمني بقى عن وجودك النهاردة، بتشجع أي فريق وتتابع أي فريق؟ إحنا جينا نشجع فريق أستراليا اليوم ضد فرنسا. أنا مشجع برازيلي ضد أي فريق. يعني تونسي مشجع برازيل وهتشجع أستراليا؟ طبعا. لفة كبيرة أوي. أنا جيت هون أدعم كل المنتخبات العربية. أنا بالأصل بشجع منتخب البرازيل وضد أي منتخب قوي، ضد الأرجنتين، ضد فرنسا. يعني أنت بتشجع المنتخبات اللي يعني بوتنشل كده، عارف لو طلع كويسة. أنا المنتخبات العربية ومنتخب البرازيل أولاً. طيب قول لي بقى المنتخبات العربية وجهة نظرك فيها عاملة إزاي، وشايف هتوصل إيه الفترة الجاية؟ الصراحة اليوم المنتخب السعودي عمل مفاجأة، فاز على الأرجنتين وإله أمل بالأدوار الأمامية، وإن شاء الله منتخب تونس ومنتخب المغرب بكرة يشرفنا ويحقق الفوز إن شاء الله. عايز أعرف منك بقى وجودك بقى في الاستاد، هل أنت أصلا متابعة رياضية ولا؟ أنا جيت عشانه للرياضة، بس بالفعل بالملاعب يعني الأجواء نار نار نار، يعني غير. يعني مش هسألك عن الماتشات وعن المجموعات، ولكن هسألك عن شايف الأجواء إزاي، شكل الملاعب الخارجي إزاي. كل ملاعب كأس العالم كلها معمولة بأفكار مختلفة، بشكل خارجي مختلف، طريقة الدخول طريقة الخروج شايفها إزاي؟ أسهل عن هيك أنا ما شفتش، من ناحية قطارات، من ناحية ماتشات، من ناحية الملاعب، كل خمس ثواني في حدا تسأله، في كل إشي منظم، كل إشي مرتب. طيب حاجزين كم ماتش في كأس العالم؟ هتدخلوا كم ماتش؟ خمسة. طبعا تونس على جنب. تونس والبرازيل لعبتين، أستراليا وبكرة المغرب. بما إنك بقى برازيلي جدا، شايف برازيل هتعمل ايه في البطوله دي؟ طبعا برازيل يمكن المرشحه الاولى في كاس العالم، ولكن كانت ايضا الارجنتين مرشحه، ولكن النهارده بعد الاداء امام السعوديه الناس بدات تقلق شويه من بعض المنتخبات الكبيره المرشحه بشكل كبير. احنا البرازيل منتخب مترابط، ومش راح نخيب الامال زي الارجنتين، جايين ناخذ الكاس ونروح ان شاء الله. ده رسمي رسمي. لا بالاول تونس طبعا، بالاول تونس بعدين برازيل. انا كنت عايز اقول له الاول تونس يعني حتى لو مجامله، وبعد كده برازيل. برازيل منتخب عربي، احنا مش رح نزعل، بس
لخدام تونس او السعوديه او المغرب. انا خليني معاكي، المنتخبات العربيه كلها ممكن توصل يعني على دور الثمانيه؟ كيف شفنا اليوم مباراه تونس والسعوديه ممكن حد يصل للنهائيات. يعني الاجواء غاد وكيف بيلعبوا يعني إشي واو. طيب في حال لو لا قدر الله بعض الشر يعني تونس خرجت من اي ادوار، هل هتكملي متابعه باقي المنتخبات العربيه وهتشجعيها وتروح تحضري ماتشاتها ولا؟ طبعا احنا بكره بالمغرب، احنا بكره لعبتنا كمان بالمغرب، مغرب السعوديه تونس مين كمان بعد؟ بالاساس اجينا نحضر منتخب البرازيل وكل المنتخبات العربيه. بشكركم جدا ومنورين، ويعني كل الدعم طبعا المنتخبات العربيه، وان شاء الله نشوف المنتخبات العربيه اللي في الاول. احنا بدنا نشيد بدوله قطر بهذا التنظيم الرهيب والاجواء الرائعه هنا. بشكرك جدا. شكرا. يعني زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، ده كان لقائي مع بعض المشجعين يعني اللي هيدخلوا مباراه فرنسا الان. هنتابع كل تفاصيل الاجواء معاك بالتاكيد، وهنكون متواجدين ايضا بعد المباراه. ابراهيم نعود اليك مره اخرى، اتفضل. كل الشكر ليك يا خالد، والى الزميل العزيز احمد المسيري. يا ابو حميد مساء الفل عليك يا حبيبي، والله خليك تغلب جميله قسما بالله. برحب بيك زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من هنا من قلب الدوحه. لا استطيع ان اصف لك فرحه الجماهير السعوديه وايضا التونسيه عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني، وايضا تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي واللي قدم خلاله الحقيقه مباراه اكثر من رائعه. لكن خليني اقول لك عزيزي زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، يمكن بمجرد نهاية مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني يمكن نزل عشرات الآلاف من الجماهير السعودية وأيضا العربية إلى شوارع الدوحة للاحتفال بهذا الفوز التاريخي. لكن خلينا أرصد لك الحقيقة الفرحة كبيرة، يعني يمكن يتواجد عدد كبير جدا جدا من الجماهير السعودية والمغربية والتونسية والمصرية والقطرية أيضا موجودين بيحتفلوا بهذا الفوز، فوز المنتخب السعودي التاريخي على المنتخب الأرجنتيني، وأيضا تعادل المنتخب التونسي على المنتخب تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي. حصلت بعض المداعبات واحنا موجودين دلوقتي ما بين الجماهير السعوديه وايضا الجماهير الارجنتينيه، بتسالهم كان ميسي فين النهارده، ميسي ليه ما كانش موجود في الماتش. الحقيقه كانت مداعبات طريفه لكن كانت في جو اكتر من رائع. خلينا نشوف انطباعات الجماهير ورايهم في الانجاز اللي حققه النهارده المنتخب السعودي، الفوز التاريخي على المنتخب الارجنتيني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف 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 مبروك للأخضر السعودي. أنزين فوز صراحة نستحقه، لعبنا مباراة كبيرة وهذا الفوز نهديه لكل العرب. أنزين وشكرا البليهي، أقسم بالله طناخي البليهي، مرجلة يا البليهي، أقسم بالله أشكرك يا البليهي. قل لي رأيك كيف فوز المنتخب النهاردة المنتخب السعودي، وتوقعت أن المنتخب السعودي يفوز على منتخب بحجم المنتخب الأرجنتيني؟ أول شيء أبارك قيادتنا سيدي الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وبارك لكل العرب والسعوديين. دائما العلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مرتفع وخفاق دائم ولا بينزل. رأيك النهاردة في الفوز اللي حققه المنتخب السعودي والتعادل أيضا اللي حققه المنتخب التونسي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه من الشعب المغربي ولو اني عندي رايه مصريه، تحيه للشعب. مبروك مبروك اليوم الفوز للسعوديه، والله الا فرحونا. نفس الشيء المنتخب التونسي حتى هو يفرحنا بالتعادل، ودعواتكم معنا غدوه ان شاء الله في الماتش ديال المغرب ان شاء الله. دعوات معكم. قول لي توقعت ان المنتخب السعودي يفوز النهارده؟ والله ما توقعت صراحه، كنت اتوقعها هزيمه بالسبعه بالثمانيه، فلما تيجي الملعب وتفوز على الأرجنتين المصنف انه يجيب البطولة شيء تاريخي. قول لي انت قلت لي وانت موجود في الملعب كان في موقف كده مع انخيل دي ماريا، الأسرة بتاعته اللي كانت موجودة في ملعب اللقاء. اي نعم، كانوا مصدومين جدا، يعني متوقعينهم يبارون منتخب مستوى ألمانيا او منتخب برازيل مش السعودية، يعني ما شاء الله اداء عالمي جدا، شرفون اللعيبة، لعبوا بمرجلة وبروح. نبارك للشعب السعودي وكذلك لكل العرب صراحة، كلهم فرحانين زينا، فألف مبروك وشكرا لكم، فقدم مصر صراحة في هذه البطولة. مين اللي عجبك النهاردة في المنتخب السعودي؟ والله كلهم كلهم نجوم، بما فيهم العويس الحارس والدفاع البلاي، والله يشفي إن شاء الله ياسر الشهراني صراحة أبدع، وطبعا اللي سجل الهدف الثاني سالم الدوسري صراحة أبدع أبدع أبدع، الشباب كلهم والله حتى الاحتياط حتى نواف العابد
كل اللي حضر صراحة أبدع والله. فوز تاريخي النهاردة للمنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني. نعم إنه فوز تاريخي ومستحق بكل جدارة. دعوات كل العرب معنا الحمد لله. المنتخب السعودي في الدوحة عطاهم دوخة. ميسي مرشح الأول لللقب، فالسعودي خط أحمر وقف الانتصارات. أيوة. قول لي بقى، قول لي رأيك النهاردة في الدعم والمساندة العربية للمنتخب السعودي في مباراة من أجمل المباريات اللي قدمها المنتخب السعودي. والله طبعا كل العرب اللي هنا موجودين في قطر مرة ما قصروا مع السعوديين، وصراحة حنا أنا هذه المباراة هذه حنا الفوز نهديه لكل العرب الموجودين، وهذا شيء ما كان متوقع أبد. وإن شاء الله إن شاء الله بنطلع دور 16 وإن شاء الله نقدم مستويات رائعة بإذن الله. بقول زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، خليني اقول لك يمكن ان يعني معكر صفو الانتصار النهارده التاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني هي اصابه النجم ياسر الشهراني اللي الحقيقه اصيب بكسر في الوجه ويستدعي اجراء جراحه عاجله. يمكن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان امر بنقل الشهراني بطائره خاصه الى المانيا لاجراء جراحه عاجله. يمكن دي كانت ابرز الاخبار والكواليس بعد الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وأيضا التعادل المشرف للمنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي. والآن تعود لك الكلمة زميل عزيز إبراهيم عبد الجواد، اتفضل. كل الشكر لكتيبة مراسلين أون تايم سبورتس ورجالتنا في قطر أحمد المسيري، خالد رزق ومحمد طه على هذه التقارير الوفية من قلب الحدث من العاصمة القطرية الدوحة. 1,000,000 سلامة لسلمان الفرج نجم خط وسط فريق السعودية ومنتخب السعودي، وأيضا ياسر الشهراني إصابة صعبة جدا جدا جدا، يعني أخذ قبطة من ركبة محمد عويس ونزل على الأرض، يعني 1,000,000 سلام عليه. وطبعا غياب فني مؤثر جدا 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 بالسلب على كتيبة هيرفي رينار، لأن ياسر الشهراني النهاردة عمل ماتش وعمل جيم 10/10. يعني بصراحة الواحد متفاجئ بالمستوى الفني اللي كتير من لعيبة السعودية على المستوى الفردي وصلوله. سالم الدوسري حتى مع انه بدأ اللقاء بداية مش افضل حاجة، بس جاب جول معلمة، جول في منتهى الحلاوة، حاجة كده من بتاعة كريستيانو رونالدو. محمد عويس يا نهار ابيض، يعني اللي عمله عويس النهاردة حارس مرمى منتخب السعودية حاجة في منتهى الجمال، يعني قطع عليهم ماء ونور. يعني عويس النهاردة عمل ماتش يحطه كده في مكتبته ويخلي عياله وعيال عياله يتفرجوا عليه، على اللي هو عمله في ميسي وعمله في لوتارو وعمله في كتيبة الأرجنتين المدججة بنجوم أقل واحد فيهم كان يجيب له 3-4 تجوال. فالحقيقة أن منتخب السعودية النهاردة على المستوى الفردي حاجة في منتهى الجمال وحاجة في منتهى الفخر والزهو على المستوى الجماعي والفردي اللي قدمه منتخب السعودية النهاردة. و1,000,000 سلامة على ياسر الشهراني وعلى سلمان الفرج. هنطلع فاصل سريع مع حضراتكم، بس قبل ما نروح لهذا الفاصل هنسيب حضراتكم مع لقاء مع الصحفي الفرنسي وان سانجاني، هيتكلم عن لقاء منتخب فرنسا امام استراليا في المجموعة الرابعة اللي تلعب فيها لقاء المكسيك او تلعب فيها لقاء الدنمارك وتونس وانتهى بالتعادل 0-0، وهيتلعب اللقاء ده إن شاء الله في تمام 9 مساء. هنتابع هذا اللقاء منه لفاصل، ثم نستقبل زميلي وصديقي العزيز أحمد عطا وحديث عن لقائي الدنمارك وتونس والسعودية أمام الأرجنتين. خليكم معنا. نود أن نرحب بك على شاشة أون تايم سبورت، ونريد أن نتحدث عن ماتش اليوم أو مباراة اليوم. أعتقد أن اليوم يوم مثالي لفرنسا، فالمواجهة الأولى أمام أستراليا، وأنا أعتقد أننا قد شكلنا فريقا قويا، ولكن مع وجود بعض الغيابات وكذلك فبنزيما وكانتي وبوجبا قد صادفوا ظروفا سيئة، ولكن في المجمل لدينا فريق قوي. ما هي فرص فرنسا للفوز بكأس العالم في قطر 2022، خاصة وأنهم الفائزون بكأس العالم في النسخة السابقة؟ بالطبع نتطلع للفوز بهذا الكأس مثل العديد من الدول، مثل الأرجنتين وأسبانيا وألمانيا والبرازيل كذلك، ولكن أعتقد أننا سنرى في المستقبل. ما هي أصعب المواجهات التي قد تخوضها فرنسا في هذا المونديال، وما هو أصعب فريق من حيث المستوى؟
أعتقد أن الأرجنتين من أقوى الفرق وكذلك البرازيل، وبالنسبة لي فهذين الفريقين هم أقوى فريق في أقوى فريقين في المونديال. هل تعتقد أننا سنصل إلى قبل النهائي؟ بالنسبة للمنتخب الفرنسي أعتقد ذلك، وكل شيء ممكن بالنسبة للمنتخب الفرنسي وكذلك النهائي، وعلينا أن نرى في المستقبل ماذا سيحدث. We will see and go friends. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية. برحب بصديقي وزميلي العزيز احمد عطا. عطا منور الدنيا. مساء الفل يا هيم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. شفت السعوديه عملت ايه النهارده؟ اه والله كنت مبسوط جدا. شفت يعني حاله الفخر والزهو والسعاده اللي كانت عند كل الجماهير العربيه؟ الواحد كان بيتفرج بيشجع السعوديه، بس الواحد بص حس كده بحميه كده شديده فعلا. هو الماتش ده جرينتا، السعوديه فازت فيه بالجرينتا والحميه والقلب، هو القلب ده اللي كسبهم طبعا، اكيد مع فنيات رائعه جدا، لكن من غير الحماس ده والقوه دي واللي استمدوها من الجماهير الغفيره اللي بتندمنا دايما وتزعلنا دايما ان احنا ما كناش موجودين، لان كنا هنستمد نفس القوه دي. لكن هنيالهم يعني اخواتنا السعوديين، وهنيالنا كلنا، لان احنا كلنا كنا سعداء، واعتقد كان يعني وبرده كنا سعداء جدا بتعادل منتخب تونس، لانه طبعا منتخب تونس اللي عايز يتاهل من المجموعه دايما وهو مش مرشح لازم ما يخسرش من الفريق المتوقع ان يبقى الوصيف. صحيح، فدي خطوه كويسه جدا منتخب تونس، فببارك لهم يعني بدايه كويسه، على عكس مثلا من روسيا 2018 قعدنا سبع مباريات متتاليه للمنتخبات العربيه يخسروا. أيوه. مفيش تعادل حتى. فكانت خطوه كويسه، وان شاء الله بس تكمل على خير باذن الله يعني. ان شاء الله يا رب. النهارده السعوديه عملت ارقام قياسيه كتير، اول فريق عربي يفوز على الارجنتين في كاس العالم، اول فريق اسيوي يسجل هدفين في مرمى الارجنتين في كاس العالم، اول مره فريق غير اوروبي يكسب الارجنتين من ساعه الكاميرون في كاس العالم 90. ارقام قياسيه كتير جدا. ازاي السعوديه فنيا بقى على ارض الملعب قدرت توصل للانتصار ده اللي كان باداء فوق الرائع؟ يعني مش انتصار اصلا، تفرق قوي ان انت تكسب وخلاص جول كده فاهم، كوليشن كان وهوب ورحت محزم الدنيا ويلا ونفت، غير ان انت تكسب زي الاداء بتاع النهارده. انت النهارده عامل ماتش يتدرس، وكنت متاخر في النتيجه. ودي مش حاجه سهله طبعا، نفسيا طبعاً مش سهله يعني. اكيد وكان كويس جدا الاهداف اللي اتسجلت من جانب الارجنتين واتلغت، دي كانت عامل نفسي كويس جدا وساعد للفريق السعودي ان هو دايما يعرف ان انت لسه في الملعب. انت لسه موجود، مش خرجتش من المباراه، دايما تبقى عامل يعني محبط للفريق اللي بيسجل اهداف وبتتلغي ليه، خاصه ثلاث اهداف كان رقم كبير. هي كانت الاعراض المصاحبه عشان نخش في الفنيات بقى، الاعراض المصاحبه لخطه إيرفين رونار. إيرفين رونار مدرب ممتاز جدا، بس الراجل ده حاول قدر الامكان ان هو يقفل مواطن خطوره منتخب الارجنتين. اكيد الارجنتين صنعت خطوره، اكيد قدرت ان هي تصنع فرص، لكن انت لو ما عملتش الخطه اللي كان مشي معاها إيرفين رونار بالشكل ده، اكيد كانت الارجنتين هتصنع خطوره اكبر بكتير جدا. صحيح. من اللي احنا شفناه. الارجنتين بدات المباراه بشكل مفاجئ بالنسبه لي بصراحه، بان كان دي ماريا وبابو جوميز موجودين في التشكيل الاساسي مع بعض. احنا لو تفتكر كنت كلمتك على في الموضوع ده ابراهيم. أيوه. كنا بنقول انه الارجنتين غالبا بيكون واحد بس من دي ماريا او بابو جوميز موجود في التشكيل. صحيح. الاساسي، لكن هو بدا بالاثنين، يمكن على اساس انه اعتبر ان السعوديه خصم مش اقوى منافس، وبالتالي فكر ان هو يهاجم بشكل كويس جدا. اعتقد بالمناسبه يعني الجون اللي سجله الشهري كان صلاح الشهري التحفه. وازاي ان هو يتعامل مع كوره صعبه جدا ويسجل، صعبة يعني صعبه على فكره، وازاي كانت ابتدت تقفل، بس بصراحه هي فيها توفيق وربنا يعني طبعاً كرمه فيها ويستحق فعلا. بس يعني اكيد الجون بتاع سالم الدوسري خد كل بص الدوسري كان راسله كان مختفي، وكل الناس كانت متوقعه منه اداء افضل من اللي هو بدا بيه، وفجاه هوب راح مديها واحده سكالوب في الثمانيات. يا فعلا سكالوب فاهم، فاللي هو يا ابني ده فاهم يعني عارف نام وطك راح لازق واحده جول صعب قوي يعني. دي كانت لعبه كبيره ابراهيم. في نقطه كمان عطى، ودي اكتر حاجه انا بسطاني جدا في فوز السعوديه النهارده، انه فوز على مين؟ ما هو انت ممكن تكسب، بس تكسب ازاي وتكسب مين؟ عارف انت ازاي يعني ممكن تكسب زي بالزبط. ما كنت لسه بنتكلم تجيب جول وتنام عليه وخلصنا، كلامك مظبوط.
تكسب فريق فهم متوسط فريق قليل دون المستوى، لكن انت بتكسب الارجنتين. الارجنتين اللي انا شخصيا رشحتها للقب يعني، حتى انا مرشحها للقب يعني كلها. ناس كتير على الاقل ترشيح لها نص النهائي يعني. فهو الفوز فعلا شكل الفوز رائع، وده اللي بيخليك دايما تقول ان كاس العالم بطوله انت المفروض وانت داخلها انت عارف انك مش مرشح لشيء، خد راحتك العب، ما تخافش، رجل ركبك ما تخبطش بعضها. انت المفترض انت داخل تلعب وتنبسط. واللاعب زي سالم الدوسري ما فكرش كتير وهو بيرقص، ده رقص 1 2 3 4. هو لو عقله عنده افكار سلبيه دلوقتي ان انا دايما بواجه خصم اقوى مني، مش هيقدر يفكر بس يراوغ واحد، لا ده انا خلاص لو انا ما راوغتش محدش هيقول لي انت مقصر، لو انا ما سجلتش محدش هيقول لي انت مقصر، خلاص خد راحتك وانبسط والعب. وده اللي عملته السعوديه خاصه في الشوط الثاني لما خدوا راحتهم. انا بتحسس في لحظه كده قبل بعد الجون الثاني، ويمكن ما بين الجون الاول والثاني، السعوديه تحولت الى حد ما لمباراه مصر والبرازيل مع الفرق. مصر يعني قدمت مستوى كبير جدا برضو في اللحظه دي، يمكن اعلى سنة من السعوديه في لحظه ما، لكن خدوا الثقه. أيوه. خلاص راحت الفوارق النفسيه على الاقل تقدير، والفوارق الفنيه والله ايرفن رونار داراها بشكل كبير جدا. أيوه. اول حاجه عملها ايرفن رونار ان هو لعب دفاع عالي فعالي جدا. ليه الدفاع العالي ده؟ عشان خاطر هو عارف ان اخطر مواطن قوه الارجنتين هي ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللي بيلعب ما بين الخطوط اغلب الوقت، ضيق الخطوط جدا ما بين الدفاع وخط النص، بحيث انه قفلها تماما بالضبه والمفتاح على ليونيل ميسي. عايز اقول كمان الارجنتين لعبها بطرفين بلاعبين طرف، خلى ان في 2 بس لاعبي وسط، وده اعتقد انه قلل شويه من قدره الارجنتين ان هي تخرج بالهجمه في العمق. مع عدم نسيان شيء انا شايف ان سكالوني وقع فيه خطا، انه ما بداش بليساندرو مارتينيز. وليساندرو مارتينيز اللي هو مدافع مانشستر يونايتد هو افضل مدافع في الارجنتين يخرب الكوره، وفي مباراه زي كده انت محتاج مدافع يخرب الكوره. تعال كده نشوف بعض اللقطات اللي تقول لك ان لو كان في واحد زي ليساندرو مارتينيز ممكن جدا كان يخلي الامور افضل بكتير في الطريقه اللي هي الفولد بتاع الدفاع كيف تدافع السعوديه يعني. لان السعوديه فعلا في المباراه دي ازاي ان انت تاخد المخاطره، بس في نفس الوقت هي مخاطره محسوبه الى حد كبير ومخاطره ضروريه في بعض الاحيان. هو طبعا ده اللي يعني هو ده ايرفن رونار، ازاي ان انت تشوف تفكر في حل معين تقلل منه خطوره ارجنتين. احنا كلنا عمالين نفكر طول البطوله او قبل البطوله اسف هتقابل ميسي ازاي، هتواجههم ازاي، هتواجه الارجنتين كلها ازاي. هو وصل لحل، هو مش هيداري كل عيوبك. الارجنتين ما زالت كانت قادره ان هي تخلق خطوره، لكن انت وصلت للحل المثالي فعلا انك تقفل مع ان سكالوني ساعدك شويه في نقطه كذا نقطه زي ما اقول لك، دي ماريا وبابو جوميز الاثنين ما يعتبروش من الاجنحه السريعه. دي ماريا كان سريع، دي ماريا تقدم في السن، مش اللعيب اللي هو هيقطع مع الدفاع العالي ده ويقطع للعمق عشان خاطر يستلم كوره مثلا زي فينيسيوس جونيور ما بيعملها مع ريال مدريد على سبيل المثال. بابو جوميز ده يعتبر صانع العاب، صانع العاب متنكر في هيئه جناح. صح. وبالتالي هنا بص كده هتلاقي ان السعوديه عامله ضغط، قصدي مش ضغط عالي بالمناسبه، هي عامله دفاع عالي، وده اللي كنت بقول عليه ان هي السعوديه مش عامله ضغط عالي. انت المفترض كمدافع يبقى عندك مدافع بيقدر ينقل الكوره بشكل مستمر للاجنحه او لاي لاعب بيضرب خط التسلل بشكل كويس. في مره من المرات انا جايب لقطه من اللقطات اللي هي لقطه اضاعها ليونيل ميسي، بس دي ماريا قدر ان هو تتسلم له الكره على الطرف. بس دايما بقول ايه انه او طبعا عايز احيي حارس السعوديه العويس، الكره دي بالذات صد رائعه يعني صعبه مش سهله ابدا. هو طبعا تصدر كرات كتير بس الكره دي من ضمن الكرات اللي عجبتني جدا. بس انا عايز اقول ان الارجنتين كانت شافت ان ممكن تقدر تخترق السعوديه من جانب ياسر الشهراني، لكن ما تكررش الموضوع لسببين زي بقول لك، انه ما فيش مدافع كويس، وان دي ماريا نفسه مش سريع، مش هيديك اكتر من ان هو تجيله الكره على الطرف وبعدين يبدا يحاول يفكر يلعب العرضيه. لو تلاحظ احنا مستمرين في اللقطات اللي كانت بتوضح ان السعوديه دايما عامله الدفاع العالي، ومجرد ما الكره بتتلعب بقى في عمق الملعب بص هتلاقي في ضغط كبير جدا على رودريجو دي بول في عمق الملعب. لو ميسي سقط هتلاقي برده الضغط عليه كبير جدا في عمق الملعب، واستمر الموضوع ده بنفس الشكل. هتلاقي هنا برده دي ماريا في وضع متحفز جدا بيحاول ان هو يستلم الكره على الطرف، لكن ما في اوقات ما بتتسلملوش الكره. هنا برده الضغط على ميسي لما ياسر الشهراني ضغط عليه، فبالتالي كانت السعوديه قادره ان في اي منطقه في العمق السعوديه الارجنتين بتحاول تخترق فيها مقفوله تماما من السعوديه. الحل الوحيد كان بالنسبه للارجنتين هي الاطراف مش مساعداك على الفكره اللي انا بكلمك عنها في فكره ان هو ما عندوش اجنحه سريعه. هو ممكن في بعض الاحيان يعمل زي بابو جوميز مثلا في اللقطه اللي سجل منها ليونيل ميسي هدف ملغي، قدر ان هو ينقل يخش في العمق فاستلم الكره على الطرف ودخل بيها بالعمق بسرعه. بقى هنا ما فيش، ده مش لاعب موكل
من خط وسط صدري انه يراقبه. هو عمل تحرك مفاجئ، التحركات المفاجئه دي ما عملهاش كتير، اتلعبت الكرة في ظهر الدفاع، لكن ميسي ان هو كان متسلل، واكتر من مره لو تارو مارتينيز برده كان متسلل، بس دي لقطات ايه مش من خط الدفاع ابراهيم. يعني لما توصل الارجنتين لخط الوسط بتاعها ممكن نشوف اللقطات دي، لكن ما بتكونش بتحصل ان هي كره طويله من الخلف اللي ما هو مفترض بارع فيها جدا لساندرو مارتينيز. التغيير بتاعه اتاخر في رايي وكان ممكن يدي اضافه هنا. السعوديه لما بتخطف الكوره بتقدر تعمل هجمه مرتده كويسه، كره زي كده مثلا لما اتخطفت كان سالم الدوسري لو كان اكثر تركيزا كان ممكن يخلق منها خطوره. لو نقلنا الصوره اللي بعدها، عارف ان اللي عاجبني كمان ايه عطا، انه بعد ما اتاخرت السعوديه في النتيجه اخذوا فتره كده لغايه لما يكسروا الحته النفسيه انت بتتكلم عليها ورجوعهم تاني في اللقاء مع ان الهدف جه بدري. بالظبط، يعني هدف الارجنتين وركله جزاء عليها يعني كلام برضه، جه بدري وجول والتاني واتلغى عشان فدي حاجات برضو تهمدك طبعا، يعني تخليك نفسيا تهمد. هم فعلا ما كانوش في افضل حاله لكن ملتزمين فنيا ملتزمين، لكن الحاله الفرديه ما كانتش افضل حاجه عن بعض اللاعبين. يعني مثلا سلمان فرج هو صحيح كان خرج مصاب، واعتقد انا ارجح ان حالته الفنيه في المباراه ما كانتش كويسه بسبب الاصابه. سالم الدوسري ما كانش افضل حالاته مثلا على سبيل المثال، صحيح. اكتر من لاعب، لكن خط الدفاع مثلا كان مستفيق جدا. انا طبعا من اكتر المعجبين بسعود عبد الحميد كانتي العرب، يعني اللي هو الباك اليمين بتاع منتخب السعوديه، لعيب رائع جدا. والسعوديه بقى في هي الكره اللي بكلمك عنها بابو جوميز لما نقلها لليونيل ميسي، بص هنا برده اهي شايف الكره دي. دي مش من خط دفاع، ده من خط وسط. فبالتالي السعوديه ممكن ان انا ابقى تمريره قصيره شويه لليونيل ميسي ممكن يكسب سباق سرعه هنا، وان كان هو ما كسبهوش عمليا، هو ما كسبهوش لان هو في النهايه كان متسلل. شوف اللقطه اللي بعدها هتكشف حتى في الشوط الثاني نفس القصه، السعوديه ملتزمه بنفس القصه، والوحيد اللي بيحاول ان هو يضرب مصيده التسلل دي هو انخيل دي ماريا على الجانب في اقصى شمال الصوره كده على الشمال فوق على الشمال. لكن الموضوع ده كان مستمر، بس السعوديه كانت ناجحه فيه الى حد كبير. طب السعوديه عملت ايه في الشوط الثاني؟ اتبدلوا. بالظبط، اتبدلوا بقى اكثر هجوميه، لان النتيجه دايما طول ما هي ضيقه تبدا تحس ان الفوارق قريبه. هنا بص العمق برده، التمريره في العمق، بص التحفز بتاع لعيبه السعوديه على ليونيل ميسي ازاي ان هي مش هتستلم الكره في العمق عشان انا عارف هتعمل فيا ايه لو لفيت وواجهتني بوشك. اتخطفت الكره هنا، كمل، هي دي كره اتخطفت الكره قامت منقوله، بقى موقف 2 على 2، قدر الشهر ان هو يسجل منها هدف التعادل. كمان اكيد ايرفي رونارد لاحظ ان الارجنتين زي ما كنت بقول لك ان دي ماريا وبابو جوميز مش قادرين يدوا الاضافه الكبيره على الاطراف من جانب السرعه، هم مش قادرين يرتدوا بسرعه برضه. ايوه يعني وتحس على فكره مشكلة. دي نقطه مهمه جدا عطى هيرفي رونارد، تحس ان هو كان مقسم الماتش، يعني هو عارف على فكره السعوديه معاها واحد من اجمد مخططي الاحمال واللياقه البدنيه على مستوى العالم، وده بان جدا ان هم لغايه اخر دقيقه هم فت ولياقتهم البدنيه 10 على 10. تحس ان هيرفي رينار كان مقسم الماتش، وسيناريو انه يدخل فيه جول ويبقى مغلوب هو سيناريو عادي، هو متوقعه ومؤهل لعيبته ليه طبعا. والكويس جدا في بقى دايما ادي كريدت لعيبه الدفاع وحارس المرمى ان هو ابقى السيناريو ده، صحيح. لان لو كان تلقت الارجنتين سجلت ارجنتين هدف ثاني كان الموضوع صعب اكتر. بص هنا بقى سعود عبد الحميد بدا ياخد بقى ايه كذا مشوار على الجانب الايمن وصنع منه خطوره. هنا مثلا مشروع الكوره اللي هي قبل التسجيل هدف، برده سعود عبد الحميد بدا يخترق من الجانب الايمن لان بابو جوميز مش بيساند، وبقى موقف واحد على واحد متكرر. لما الكوره اتلعبت ايه اللي حصل؟ سعود عبد الحميد اتزحلق، الكوره دي كانت السعوديه هي اللي اتحولت لمصر قدام البرازيل كده في اللحظه اللي بكلمك عنها دي، بقت بتلعب باريحيه بعد الجول. بالظبط، اعصاب هاديه وانا فايق، واكتشفت ان انا الموضوع مش بهذه الصعوبه ولا بالكوميكس اللي كانت بتتعمل بال8-0 وال6-0. لا انا اوكي اكيد الارجنتين منتخب قوي لكن انا قادر ان انا اهدده. بص هنا برده سعيد عبد الحميد في غزوه اخرى قدر ان هو بدات السعوديه تخترق الجبهه اللي على الجانب الايسر بتاع التاليافيكيو، وقدر فعلا السعوديه كذا مره. الكره دي هنا مثلا نواف العابد قبل كره الدوسري بالمناسبه سدد كره حلوه جدا، نواف العابد اللي هو اللي كان بره تشكيله المنتخب خالص سبحانك يا رب بيلعب قدام الارجنتين، صحيح. بسبب اصابه سلمان الفرج. بالمناسبه عشان برضه اوضح حاجه في من ضمن جمال ايرفي رونار، لما يخرج عندك لعيب زي سلمان الفرج اللي هو واحد من افضل 2 لعيب في السعوديه من الاخر، يعني هو وسالم الدوسري افضل 2 لعيب في السعوديه في رايي، ممكن احط معاهم سعيد عبد الحميد، ازاي انت تتحول ده لنقطه قوه ليك بان هو بعد ما كان بيضغط بلعيب بس واحد راس حرب. كنت بقول لك انه مدافعين انا مش قلقان قوي من مدافعين الارجنتين، بس برضو في بعض الاحيان بلاقي كرة طويله القطريه اللي بتتلعب احيانا دي ماريا هنا ولا بابو جوميز هنا او حتى في العمق لليونيل ميسي. عمل ايه؟
اما نزل نواف العابد بقى هو كمان بيضغط بقى اتنين بيضغطوا لان هو عارف ان العمق خلاص بقى مقفول الارجنتين مش قادره تخترقه اتنين لعيبه كافيين وكمان عندي قلوب الدفاع قادره ان هي تضغط احيانا لما ليونيل ميسي بيسقط او لو تارو مارتينيز فكل يعني الفنيات من المدرب عمل كل حاجه صح في الكوره بصراحه في راي ايرفي رونار ما عندوش اي غلطه والسعوديه بشكل عام قدمت مباراه كبيره جدا وتستحق التحيه وزي ما انت قلت ابراهيم هو فوز مش مخطوف فوز مش مسروق فريق ازاي ان هو ينتزع اعجاب الجميع وانا كنت سعيد ومنشكح يعني كل على تويتر وعلى فيسبوك وعلى وسائل الاعلام في كل انحاء العالم حاجه في منتهى العظمه وواحده من اهم الانتصارات التاريخيه في تاريخ العرب في تاريخ تاريخ اسيا او تاريخ اسيا وافريقيا لما بنعتبر ان هم ايه غلبه الكوره يعني قدام شياطين الكوره اوروبا وامريكا الجنوبيه. ما هو قادم بالنسبه للمنتخب السعودي؟ انت بتخسر سلمان الفرج الف مليون سلامه عليه، ياسر الشهراني الف مليون سلامه عليهم هما الاثنين. ازاي يتعامل هيرفي رينار مع حاجتين؟ المعنويات بقى والنفسيه اللي بقت في السماء فدي ممكن يا تبقى نقمه يا اما تبقى نعمه يا اما نعمه تاخدها دافع ليك في الماتشات اللي جايه انا بتكلم على المنتخب السعودي يا اما نقمه ان خلاص انت بقى دماغك تتقل وانا عملت وكسبت التانجو وكسرت الدنيا فخلاص اريح. ازاي اتعامل مع ده الحته النفسيه؟ نمره 2 ازاي اتعامل مع غيابين مؤثرين جدا في صفوف منتخب السعوديه؟ وعايز ازود عليها كمان ازاي اتعامل بدنيا لو انت الرد عليها مخطط الاحمال اللي بتتكلم عنه لان انا اخاف ان يتحصل نفس السيناريو بتاع مصر في كاس القارات فاكر لما ادينا اداء كبير قوي قدام امريكا انهار كاس القارات دي سالنا انا كنت هناك لا كاس القارات دي احنا حصل معانا في ماتش امريكا حاجه صعب جدا تتكرر انت تقريبا اصلا كنت رايح وعندك مضروب في كام لعيب من المهمين جدا رحت هناك اللي باقي منهم الضرب فلا اللي يعني لا حصلت عندك كم اصابات غير طبيعيه في ماتش امريكا ده يعني ما هو ده برضو صعب وضربك بدنيا طبعا اتمنى ده يصمده بدنيا الفكره انه اوكي انا طموحي عالي بس انا هستمر بنفس الفكره انا عارف ان انا برضو الاندر دوج انا كل مباراه بدخلها انا مش مرشح قوي بس في نفس الوقت ما خلاص انا المفروض تخلصت بقى من مركبات النقص انا لعبت اقوى فريق في المجموعه وكسبته مفترض ان انا ابني على كده مفترض ان انا احاول اخلص التاهل من المباراه الثانيه مش لازم استنى المباراه الثالثه اللي ممكن احط نفسي في موقف يبقى فارق اهداف او ايفر لو انا مثلا تعادلت في المباراه اللي قادمه وخسرت المباراه اللي بعدها انت عندك فرصه ده انا مش متذكر السعوديه هتلعب المكسيك ولا بولندا الاول السعوديه في الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي هيلعبوا المكسيك اعتقد حد اكد لي يا جماعه بس اعتقد هيلعبوا المكسيك فالمكسيك فريق سريع فريق بيقدر ان هو ممكن تبقاش انت حافظه زي ما انت حافظ لعيبه الارجنتين وحافظ طريقه لعبهم اكيد اتذكروا بشكل كويس طبعا مفيش كلام لكن دايما وانت بتلعب فريق احيانا احنا كمنتخبات عربيه التحفز والتركيز ما بيكونش بنفس القدر لما بتلعب فريق مش من التوب في العالم المكسيك ما زالت منتخب يعتبر على الورق بولندا يوم السبت هنلعب بولندا فبولندا مش شفت قلت هنلاعب من كتر ما الواحد بقى طبعا احنا بالنسبه للسعوديه وتونس والمغرب وكل الفرق العربيه طبعا ده فرقنا دي حقيقه فعلا وانا عجباني حاله اللحمه دي اللي ما بين كل الجماهير يعني فاعتقد ان مباراه بولندا مباراه امام فريق ممكن بدنيا هو اعلى منك لكن فنيا هو مش اعلى منك كتير على فكره بولندا مش اعلى منك انت مثلا محتاج تحاصر ليفاندوفسكي قدر الامكان لكن عندك قدره ان انت تهدد بولندا وتحاول تنتزع فوز يوصلك على طول مش بقول ان هو سهل لكن اكيد ان طالما كسبت ارجنتين كل حاجه تقدر تعملها بعد كده نروح بقى للماتش الثاني بنتكلم على تونس وتعادل امام الدنمارك في لقاء كان المنتخب التونسي هو افضل من المنتخب الدنماركي يعني بنسبه كبيره جدا ما هو قادم بالنسبه لجلال القدري مدير فني منتخب تونس ومنتخب تونس فيما هو قادم والله منتخب تونس قدم مباراه كبيره جدا في الشوط الاول يعني انا بقول الشوط الثاني يمكن الدنمارك كانت احسن لكن الشوط الاول منتخب تونس كان شبه مثالي برضو مش عارف هل هم عرفوا نتيجه السعوديه الهمتهم وارد جدا وانا لو مدير فني اكيد اقول لهم شفتوا اللي بيحصل انزلوا موتوا نفسكم ملعب وانا شفت حاله فنيه وفرجاني ساسي قال كده طب جميل جدا يعني ما اخترعتش يعني لانه فعلا النتيجه ملهمه جدا وتونس فعلا وفت بالوعود تونس لعبت مباراه دفاعيه مميزه جدا رغم كده ان هم مش بس مباراه دفاعيه مميزه كانوا قادرين ان هم يهددوا مرمى المنتخب الدنماركي بفضل اكتر من لاعب جبالي كان ممتاز في المباراه دي كان لاعب رائع لكن انا عايز اقول الراجل ده انا وانا بجيب ارقامه وبنسلم الاعداد انا ما كنتش عارف ان هو تم اختيار رجل المباراه يعني انا وانا عاجبني جدا ما كنتش عارف عيسى العيدوني قدم مباراه تحفه بالمناسبه هو الممثل الوحيد للدوري المجري في كاس العالم هو بيلعب في فرنش فاروشي اللي هو النادي المجري بصراحه مش عارف بالظبط عيسى العيدوني بس هو مش كبير قوي في السن يعني
مفاجاه. انا بالنسبه لي هو مفاجاه منتخب تونس. هو كان بيلعب في دوري ابطال اوروبا مع فرنش فارس وكان ولفت النظر وكان لعيب كويس يعني ما فيش كلام. لكن كان ده في لقطه حتى منتشره ليه كده مجرد بيعمل تاكل وكانه جاب جول 28 يعني سنه 8 مش بقول لك 27 28 ف يعني في ده البرايم بتاعه بقى في قمه يعني ايه مستواه الفني والبدني حتى وكل حاجه. فهو عيسى العيدوني انا يستحق لقب المباراه. اعتقد الارقام اللي شفناها بتعبر يعني عن قوته. لكن انا عايز اقول حاجه, الدنمارك يعني قدام منتخب زي تونس اعتقد انه هم اخطاوا شويه بالبدايه باللعب بثلاثي. اوكي انت متعود تلعب بثلاثي دفاعي, لكن اعتقد ده كان اهدار للموارد زي ما بيقولوا. عندك ثلاث مدافعين انت, حتى هو بالاخر قام طلع سيمون كاير لانه حس ان هم الثلاثه كتير قوي على واحد بس بيضغط عليهم. انت مش محتاج هذا العدد من اللاعبين عشان خاطر ان انت تخرج بالهجمه. دنمارك كان لعبها رتيب, دنمارك كمنتخب منظم جدا لكن ما عندوش مهارات فرديه. تونس طول الوقت مش هقول بتلعب واحد على واحد, لكن طول الوقت في مراقبه صارمه ان انا ما احطش لعيب يعني ما اديش مساحات. اوكي ممكن امسك لعيبه لكن المساحات دايما هي دي الفكره, ان هم ما حدش ينسل منها, لان هو كلاعب واحد على واحد مش مشكله, مش هيعمل لك مشاكل قوي. رغم ان كريستيان إريكسن ما زال كان قادر ان هو في بعض الاحيان يصنع فرص, لكن بالمناسبه الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني الارقام بتقول ان كريستيان إريكسن صنع 5 فرص محققه, وده اكتر لعيب في كاس العالم لغايه دلوقتي ابراهيم صنع فرص. يعني احنا شفنا المباراه ازاي كريستيان إريكسن هو اكتر لعيب صنع فرص. الحقيقه ان دي كل اغلبها من 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 ركلات ثابته, لانه الرقم الثاني اللي عايز اقوله لك انه تم تسديد 24 كره في المباراه دي على المرمى او خارج المرمى, 15 منها من كورنرات. ايوه يعني 15 منها نتجت عن كورنرات او كرات ثابته. فالمباراه كانت مغلقه الى حد ما, ومع ذلك تونس كانت قادره تهدد مرمى الدنمارك. طبعا من الكره بتاعه جبلي دي كانت خطيره جدا, لكن برضه عايز اوضح ان عشان ما حدش يجلد ذاته ان الكره كانت واضح ان هي هتتحسب اوفسايد, الحكم ما حسبهاش, طلعت ركله ركنيه. لكن اعتقد ان تونس البدايه جيده جدا انت ممكن تبني عليها, وبرضه ما تنساقش ورا فكره ان انا تعادلت مع الدنمارك فمباراه استراليا هتكون سهله. المباراه القادمه هي ده سلاح ذو حدين, ان انت تبني ان انا اخد الثقه واخش مباراه استراليا احاول اكسبها, وبعدين يمكن لعل وعسى يكون منتخب فرنسا خلص الموضوع بالتالي يلعب مسترخي شويه او بدون رغبه في ان هو يفوز عليك فممكن تتعادل معاه. ده ممكن يحصل. لكن برضه الجانب الاخر ان فرنسا تكسبك في المباراة التالتة وانت معاك 4 نقط, والدنمارك تتسلى على استراليا تحاول تحقق فرق الاهداف. فده بقى ايه السلاح ذو حدين, ازاي انت تلعب استراليا وتحاول تكسبها, ويا حبذا لو قدرت تعمل فرق اهداف ولو فرق جونين. لغايه لما اجابات السوشيال ميديا تكون جاهزه معانا عطب, بتشوف يقدر ازاي جلال القدري يتعامل مع اللقاء القادم زي ما انت بتقول ويحقق فوز يريحه بقى في اخر اللقاءات. فكرة ان انت تتحول من فريق بيلعب مدافع بهذه الطريقة لفريق بيسعى للفوز قدام المنتخب الاسترالي هي عملية مش سهلة, لكن اعتقد انه دفع مثلا بلعب زي فرجاني ساسي جنب عيسى العيدوني ممكن يبقى مفيد لمنتخب منتخب تونس. واعتقد انه فرجاني ممكن يفرق مع المنتخب التونسي, لانه انا حسيت ان المنتخب التونسي دفاعيا في خط النص يعني اوكي العيدوني والسخيري ممتازين جدا, بس كتير قوي في مباراة انت ممكن بقى بتحاول ان انت تفرض اسلوبك شوية. يعني هو في الشوط الثاني نزل نعيم السليتي عشان خاطر النقطة دي, هو لما فكر يحاول يهاجم شوية منتخب الدنمارك أم نزل السليتي عشان خاطر ان هو يدي بقى إضافة هجومية شوية. فأعتقد ان ممكن يبدأ المباراة فرجاني ساسي يفرم على المنتخب التونسي قدر الإمكان, بس أعتقد ان الاستمرار باللعب بثلاثي دفاعي هو أمر مهم حتى لو ما تنسقش ورا فكرة ان انا هاجم بضراوة منذ بداية المباراة. تعال نشوف جمهورنا قال ايه هو سبب تفوق منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين النهاردة. علاء الرئيس بيقول سبب الفوز هو ياسر الشعلاني والحارس. محمود عوض 1,000,000 مبروك للمنتخب السعودي, استمروا بنفس الروح العالية والقتالية في الملعب. أحمد بيقول رجالة بمعنى الكلمة ويستاهلوا الفوز. وليد فريد منتخب السعودية فخر العرب في كأس العالم وسبب الفوز هو اللعب من تومان بدون خوف من حجم المنافس, هي دي كرة القدم الحديثة, العب ولا تخاف. مصطفى ناصر منتخب السعودي منتخب عظيم وكبير, سبب الفوز ياسر الشعلاني, لو استمر هذا الأداء هيعمل حاجة في كاس العالم. ده برضو مصطفى ناصر. الطيار مساء الفل عليك يا طيار حبيبي, ربنا يعزك ويحفظك. السعودية هم شرف لكل العرب, فعلوا المستحيل, مبروك لإخواننا الأشقاء السعوديين حبيبي يا طيار. طبعا هم كلهم اللي بعتين ياسر, وقصدهم ياسر الشهراني 1,000,000,000 سلام عليه. عبدو محمد مبروك لمنتخب السعودية, كانت مباراة صعبة كان أداء جيد, السعودية كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب السعودية.
عاشور عناني، الروح والحماس اهم سمات المنتخب السعودي. مصطفى ناصر، مليون مبروك لمنتخب السعوديه وبالتوفيق لكل المنتخبات العربيه. خالد عبد العمايم، السعوديه كتبت تاريخ جديد في كاس العالم لكل ابو العمايم. خالد ابو العمايم، السعوديه كتبت تاريخ جديد في كاس العالم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اي مجد واي عظمه ان تفوز على الارجنتين بقياده ميسي. اي عبقريه قام بها هيرفي رينار. اي اداء رجولي قوي قدمه اللاعبين. شخصيه واداء ومتعه ونتيجه سجل تاريخ الاخضر السعودي فعلها عن جداره واستحقاق. مش باين الاسم هنا يا جماعه. الف مبروك للمنتخب السعوديه، السعوديه كتبت تاريخ جديد في كاس العالم بان هي تفوز على الارجنتين المرشح بالفوز بكاس العالم. اداء رجولي المنتخب السعودي وكان سبب من اهم اسباب الفوز ياسر الشهران. علي محمد نور، يستمروا في نفس المستوى هيتأهلوا أول مجموعة بإذن الله رب. محمود السيد أو السعيد، المنتخب السعودي فخر لكل المنتخبات العربية، هو أحق بالمكسب في الماتش ده ومن أهم مكاسب منتخب السعودية الحارس محمد لويس طبعا وكل لعيب منتخب السعودية. بجد شابور منتخب كله وما ننساش المدرب. ما تنسيش ده. ده ما نقدرش ننساه. بس في واضح ان في اوتو كوريكت بيقلب الشهراني الشعلاني. الشعلاني بالظبط كله ضرب الشعلاني. طاهر زهني، فرحه عربيه كبيره بفوز السعوديه على ميسي ورفاقه باداء قتالي. شابول الاخضر الذي اسعد كل العرب بالفعل. النهارده اسعده كل العرب. مصطفى شعبان، مساء العسل عليك يا درش، يقول فوز السعوديه تلخص في كلمه واحده، يا روح مليون مبروك السعوديه والوطن العربي. فرحة الجماهير العربية حاجة في منتهى الجمال، ربنا يجعلنا دايما منصورين وفرحانين. بكرة عندنا أربع لقاءات، خليني أقول لحضراتكم نتائج لقاءات النهاردة. طبعا السعودية والأرجنتين، فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، تونس والدنمارك تعادل سلبي، المكسيك وبولندا تعادل سلبي، وفي لقاء ابتدى منذ دقائق قليلة جدا لقاء فرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة. بكرة إن شاء الله عندنا أربع لقاءات، المغرب وكرواتيا، كل التوفيق إن شاء الله لأسود الأطلس نجوم المغرب ألمانيا والوليدات. طبعا الماتش الساعة 12، الساعة 3 لقاء ألمانيا واليابان، إسبانيا وكوستاريكا في تمام السادسة مساء، وآخر لقاءات الغد بمشيئة الله لقاء بلجيكا أمام كندا. عطا نورت الدنيا وأمتعتنا كالمعتاد. حبيبي متشكر جدا، وألف مبروك لجماهير السعودية وجماهير التونسية وعلينا كلنا بالتشريفهم العرب، وبإذن الله بكرة المغرب تفرحنا إن شاء الله يا رب. الشكر موصول لحضراتكم على المتابعة، نشوفكم بإذن الله على ألف خير. ونسيب حضراتكم دلوقتي مع المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي. سوف تكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، ندرك أنها هذه هي المرة الثالثة التي تلعب فيها كوستاريكا في كأس العالم، وإنهم يلعبون بشكل جيد للغاية وينافسون بقوة دائما. الناس في تلك البلدان يعرفون كرة القدم جيدا ويتنفسونها، لذا سوف تكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكن هدفنا ورغبتنا الأكيدة هي الفوز بالمباراة الأولى. حول وجود خليط من اللاعبين اليافعين وذوي الخبرة في منتخبه، أعتقد أن ذلك أمر إيجابي للغاية، لأن اليافعين يزودون الفريق بالطاقة، ونعمل على إدارة تلك الطاقة بالخبرة التي نمتلكها كطاقم فني مع العمل للاستفادة من موهبة كل لاعب. حول الأثر المحتمل لمشاركة اللاعبين اليافعين بدري وخافي، هما يافعان للغاية، لقد فازوا بألقاب واكتسبوا الشهرة رغم صغر أعمارهم، ولكنهما هناك جزء من المنتخب الوطني لكي يسهموا إذا ما كان ذلك بمقدورهم، وإذا رأى المدرب ذلك أن يشركهما. هذا عمل جماعي وليس يتعلق بالمهارات الفردية، ولكن بالطبع ضم لاعبين موهوبين للغاية أمر جيد. تحية للجميع. من المنطقي أن نقول أنها سوف تكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، علينا أن نكون جيدين للغاية، ليس من ناحية الاستراتيجية والتكتيك، ولكن أيضا فيما يخص التركيز. علينا أن نركز جيدا، نسعى لإلحاق الضرر بالخصم عبر خطتنا أيضا، هذا ما يتعين علينا فعله، فضلا عن استثمار نقاط القوة لدينا. لدينا نقاط قوة
وبمقدورنا استخدامها، ولكن نعم سوف تكون مباراة صعبة. علينا أن نلعب بحماس بالغ في هذه المباراة وأن نلعب بهذا الشكل لتسعين دقيقة أو أكثر. علينا أن نطلب أكثر وأكثر من كل لاعب. اللاعبون جميعهم سعداء بتواجدهم هنا ويشعرون بالإثارة حيال مشاركتهم في هذه المباراة الأولى في كأس العالم. بدأنا الاستعدادات منذ وقت طويل وكان تركيزنا ينصب على كأس العالم لا غيره. نحن هنا الآن ونأمل أن نحقق نتائج جيدة في كأس العالم، مستهلين بذلك بأداء جيد أمام إسبانيا.